شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم عن أوراق سنداو ديال كسر وهذا برنامج كبرنيجا كلسن غيبتا نور الإيمان وأنا وطلع قلناي أن بشه بركة سنة رمضان برنامج كان أن علماء كورة سنة سلام ركان علماء أي حاضرين قيمة هذا كان نقص وجديان وحبانته برنامج كمرتين نقوله أو سو كسر مايا لندن أن داود شق داود مع داود عبد الله الشيخ علي وآه إمام كمسجد كعلى سنة وصمايل الهلال هيكوية لوقوية لندن وقادة طعين حافظة طعنم سدوك لآه مامونها قود مساجد كاسي مكسوقران مساجد الكاس الدين السلام كدن دون وصمالية دي كبرتان مع داود كسيرو برامش كام مع داود حقادي دونا قيوة بدون ويكم متهاي براو جدو قود يسدوك لآه ما دام دلكن هذا أنجبون عدور كورونا وكجر دونا يكود انتين ومسلمين قاب كآس كالو جهي إسنا جنس دلو قدري عن داود كسيرو برامش كام dadku waxaa u maleeyay haddana wadankii saan la socono dib badan buu ku hayaa oo hadda uu ku cusub yahay ilaahay subxaana wa tacaala intii dhimata horta ilaahay ha u naxariisto naxariistiisa ha geliyo inta xanuunsanna allah caafiyo inta caafimaad qabtana ilaahay ha ka hayo waa cudur aad iyo aad u badan cudur la sahlan karna maaha waxaa lama huraan ah wax isleeyahay in wax yar laga taabto meel walbana marar badanna waa laga hadlo culimmada waalbay joogaan waa ka hadleen in cudurkan la dareemo oo aan la dadeelsan dhibaatadiisa aad iyo aad iyo dhibka ka imaan kara aad iyo aad loogu baraadigo runtii waana cudur la isqaadsiiyo marka cudurada la isqaadsiiyo diinta islaamka mowqif cad bay mar hore ka qaadatay 1400 sano ka hor mowqif cad wadogtihiin nabiga calayhi salatu wasalaam inuu yidhi juudaanka qofka qaba juudaanku wuxuu ka mid yahay cudurada la isqaadsiiyo ka carar sida aad uga carareyso libaax firula min almujdim kamaa tafiru min alasad waxaa kalead ogtihiin magaalada uu ka dhaco ama waddanka uu ka dhaco in karantiin lagu sameeyo in diinta islaamku ay amartay oon qofna aynan ka bixin qofna aynan gelinin waa axaadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nagu towjiiyey oo noo sheegay oo na baray 1400 sano ka hor war iska daa bini aadan dib wax u geysanayeen xayawaanaadka ayaan la ogolayn wax dib u geysanaya in maaragtahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yuriidanna mumaridun calaa musixin qofka yowna neef xanuunsan oo cudur la isqaasii kara qaba uunan u maaragtay u gelin neef kale oo maaragtay caafimaad qabiyuun u gelin iska daa wax kale waxaa la diiday basasha ama toonta qofka ay ka urayso inay masaajidada inay timaado oy dadka urkeeda ku dhufto waa ur ma garatay maxaa u malaynaysa marka naf biniaadnin wax qaadi kara oo dili kara oo u sababi kara sabab u noqon kara inuu ku dhinto in aada maaragtay gaar siiso
إذا مركا وحادي آد مهم وآه وحكم ليس وطن كي إن آدي آد كونسبيرسي وحيابك على إيه ما رحت ما لك على أي ذاتك أي لا هذا يان عذر كاني وعذر عصب ما أهان هرجة ما أهان كذودي ما وح كلا وعذر عصب وعذر نستعزينا يوم ما لنتي ما أنت صاكن أيادون بما ليس ير يوين يعدان يمدو يطون أنا كلامي قانو ولا دين تعلم كلامي قانو ما قرتي يا أنا نقولين اختردي كسر بحني كان يسدي ويناد كنت إلى موسكو وريها مركو ورا يستي يري مارك تورسي ويا ذيك محاسة مارك ماشان أتقول مارسين أقول جواب ذي كان يسد سوقي ما يعذر كانوا كان يسد ما نجع لي نيسا أيضا اخترد هذا ماشان سوق عليه ونجاري سبب أنه إلهي سبحانه وتعالى يرسل كيس ما مر هرا نور شيء سيد الله تعالى أريمه تسوى تنهرنا عهره تلبات وحيد هاي محاسن إسلامك وحاكم إذا وتسيد دم دين تا خوفك وإنه مر بخلوق لهذا أيضا تاس أهد أي حد أنا حتى مهم يسيتا مركب عدوي مو على كروين الدعام إنتو تبلغون نقد النصوص تا محيط أنا قد نقد في نور المدينة ذاتك عن إيمان كلاهين أو دين إسلامك أنا قادم أيا لقول المام ذات نقد في نور أنا قول عن نور هاي لايت وعن نور هاي إفتيم ما قرتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أفمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات لما مت به ذات مجدال نحن ما قالت وحاني وقدر إلهي يدعي فرتو أحمر يقول عن إلى ذنب شال الرفا وقدر إلهي يدعي مفهوم كل عود لكن إن أن عود الرضا يوحى كيني كرئيس قاسين تلا كيف قالت وشرعنا الأمرين ولا بكلمه كل ما كيد عام يس وهذا أقبل إسا هذا قدم سقلب جاي قدم جاي وحان وإلهي أمر ربو مري ما قالت عفما كيد وحبو عفما وردين إسا طبعا مركو ري انا كغاشان متوا اهل شرعي وانا الامرين وانا باهي انا سمينو مركي ان حنو سنن ان ان رادينو مغرتاي قدر الهي مركان اقبلنو تبعينا ان رادينو ويها ان كعاف واد اهي ايدنا وا اهل كلو وا ان شرعي او لو باهي ان هو غاسن دين الاسلام كمركا بوكانكا يو دمشدا يا دمشدا كبعدي يا وحا وحوايه وحي نو شكت وح كستو بلان بين نو شكت وعادو فرق بلان اي نو شكت قلت مركو غير دو قفك مركو وحن نصدو ان قلبي قلو ديجي او لو تبو او لو بوخدو دين اسلام وين عمد وين عمد وحديث فرق بلان اجرا او قفكان بوخان ايا لغو تترسين ايو لغو تترسين ايسو ما ركت او انان بوخانو سببتو حنول الشيغي إن قفك سوحتي بوخدا قلنك فرب بوخدا قف حنوسا إن رحمد إلهي كسو دقيسو إن تضبات كن أي دمبداف في أوي دينيس إلا أو قلبتك كار حتو قلبتك سو قلقو بوخدا قفكنا أي تضبات كن أو مالك أي أوي دينيسو ماركتاي دمبداف إلا أو ماركتاي بارنتك لأوك كار إذا تاسم حين قلت ترسي ليسا وفضل آدي 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 وقفك لغوت ترسينا يوم إن أو ماركتاهي قفك حنو سناي أو قول قفك حنو سناي ناسقنا وحو ماركتاهي أي أتاهي دجن إيو رنرين أي أتاهي قفك لبوقضو للاحظ الله لورايستو وح ماركتاهي تاسب أتاهي سيدو كالي عديد كالي عديد ويبديه لكن كان كلام كان كدريا وحو أهدا عليه سبحانه وتعالى قف قف بوخدا حنوسان أما ولان في الإسلام قف بوخدا ملك با منادي نادى منادي أو حولي عن ثبتا وطابا ممشاكا وتبوأة من الجنة منزلة و وما ربتي صعد كاقي أيا وناكسن هذا بقى ليوا وناكسن هاتي مال يبوس يبوري يهوي بانا الجنة لغا قد ياري أو كلاب الجنة طلبات المرك أو كو ماركتاي كو صليسا أو دمدا كو ويديستا إيه جنة دي بوبا كاركتين لغا قدي وابو قشير أو قفك أو كو بوقت وعي كمي تاي تاني مركا إن أن أقدر أن المهم أي تاي
محاسن الإسلام وناي الإسلام كي كميتاي أو نقول تفسيرناي لكن حتى وقت كان أن كجفنا ما أهن وقت جي أفكي عنو صناعي كل حنو صناعي ذو كان لبوا فلا هاي دام عن هذه جوا دي بعد تكاسو جاري كتا ما ركت لكن سيابا كلا أيام بده كلام تاس تلفون مثل ما ما أنت ولا سركايا تلفون كان داد ما ركت يقدر تو أو ما ركت ويجي سأركت تو أف هذا ولا حد له كل جو تعمل وان سيابا كلا أيام بده كتا تا ما ركت أي واجب كي نصار راي أما خفكي لوجود التفسيرين قفك مسلم كامركا هدي هرت إلهي ذنّي مركي ذنّي إلهي وهو ناجية وإن إلهي خير وقف الشام ما دام قف مسلم كل شيء أما قف مسلم أو يحي أو عمل هناك تنسمينا أو إلهي نعريس بلار انتهي مركة أو مارك سيدا أحن نسيّة وإلهي وإن وناكسا كف الشام أو إلهي وناكس وكف لنا يا أو مارك تهي تيس كنت ماذا لما شغل وحقه قفك أسباب تسيابة بدل إيمانيسا سيابة بدل إيمانيسا لما شغلنا مركة قف البهود من وحق وحان اللوبة هي قف أنتو عاثمات كتابه أو أنتو نحن سنكوهر إنو لما شغل مر وحن أو حسوسته أو ما رفت عمل وناك تكو سمعيه بضي أيو لي نبي عليه الصلاة والسلام متك حسوسته متك قويناية مع معانك أدوك قويناية مركة إلا حسوسته واللوبة هي سي عمل وناك سن لا سمعيه أو عمل ولا أكثر الله سبحانه إلا يستلو نوم بنان مرنا ما سك استبا ما سك استبا قفك نفتي سا منو السبب إنه ما بنان وحرم تقول شيء عليه ما بنان ما قال أما واحد دينه كذي أما ما ركت أي أدويرين سكر كلنا نقطعي ما ركت أدوك يستل أما يقولون كلا دل سد أدوك نساس قدم وحصل قفك نفسي سا إنه قاضو ما بنانا نفسد هذا سيدا قفك كلا حرام أي كهلا ترى نفسد هذا إن أتقادو أي نفسد هذا حق يقول له ذاك أي إنه بنانين مرنا با إن ما ركتاي خاد مركا ذاتك واحد وين تسيقلان نقطو سبوقا واحد ميدا ما يكاد على ذو قفا إزدلاي كان يكاد علي ما أهم دين إسلامك واحد بنان مرنا با قفك مؤمن كان إنت أولوليا وإلهي سبحانه وتعالى عبادي سنة خير بيقطعي مروبا ما قلبت قفك مركا بوق الشرس مركا لا بوق ذو حلو بهي مركا إن توبة إلهي وناك سلوح توبة لوح سوسيو إن حدي لا يصير قفك علي وحال في سوا قراب إن لا تلقين تلقين توح لي راو هو كلمة لا إله إلا الله هذا الكؤود ما أما أراه كؤود ما يسئنا نقطة قفك سبب لو قلنا قطع والنبي عليه الصلاة والسلام حوله لقدنوا موتاكم لا إله إلا الله ديتك روحوها من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة موت لذتك لمن أي أو حنوسا أو قرابك أه ولقينا أو حسوسية أو أشياء لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله سيدوك له وحالي يمرك قفك في حديث سيدا أو قد انتو سيدا أو لا إله إلا الله دخل الجنة لبوكرايا أسباب الجنة إلهي سبحانه وتعالى أدبوا نوبته وحيابها جنة الوقت قالوا أدبوا نوبته الحمد لله رب العالمين وهذا من محاسن الإسلام أي كمتها مركة تلقين تسأل الله صلى الله عليه وسلم طوبة دي قالوا طوبة كانوا أنتوا عادي جاي هاي أو إلهي سبحانه وتعالى طوبة كانوا قف قطوه إلى الله جميعا أيها المؤمنون طوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بقربتين قلوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والرحمة الإلهي مرنا بها كفو سنة ربي وما ربي الذنوب تطلدت مقدافة وفك هذا التوبة صحة شروط هذه الليلة إنه هو الغفور الرحيم سمت أسقى وغفور الرحيم هذه مركة موضوع مركة لمشادة وحا كسابسا أحكامت كسابسا وحا كدورت مركة ما دام لبضن حد أو صعبه ومدي أدمغ ليس قف هبلا حنوس قف هبلا تنتي كلا تنتي قف ذي قرابذنا ودمانا قف كلا تقانا ودمانا ماركت إن ماركت إن مشيت أفرت لغو خبرقات أو وح ما أي نقطة وح لغو عبرقات وح لغو عبرقات أو ليس بسوس لي إن مشيت حق نيتا كل نفس ذائقة الموت ثم وإن مشيت محال حرينا محال دتك نول دتك أي كتنتين كركوضة أحد ما حقف كاني
أسجد إنتنا أسجنا كركي سأحاد مارتي يعني لما شذي إن كبسوا دواته محا مارتي أذيك لو بحين هنا سميشة ما قرتي ها أيا مارتي ما دام أريد أسمع أرين relevant إن أرين يعني مهمة حدا أو مارتي بوس كذي أيا وأك مركا تاس بمرك بقول على شيء هنا كلمة ده خوف كمركي أو مركا لما شذي أو جارو أو إنتو يعني أفكر مركز سبحان الله بهاي هاي إن سي حشمد له لولا نقمو ميكا كورت مركز هراء وإن لها أمتاقا يا نبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا ميكا إنو إن لها أو راعي إن لها روحة إن له إلي راعي أو كرء أفيرنا مقرأت إن الروح إذا قبضي أتبعه البصر أرقى يا كرء أفيرنا نبي عليه الصلاة والسلام مركز إن لها والله الله مركز daw sidoo kale afka inuu kala qaado laga yaaba waa mandar kum afkar waa loo laaba marka taa ay waa muhiim isla markaasna waa loo duceeyaa isla markaas waa loo duceeyaa meeshaasna ma ahan markaas waana ila la argagixinin waa ila la argagixinin oo marka loo duceeyaa maykii markaas hore looga duceeyo nabiga kaleysa salaam abi salaam markuu dhintay saxaabigu weynay sidaa uu muslimiin dhow u laabay dadkii qaraabadii oo hadda gaalnimo ka soo baxay oo hadda gaalnimo waqtiga gaalada xeebo ay sameey jireen caado u ahayd baajinta baaragtay dadka way qayliyoon oo hogri ba ay waxbay bilaabeen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri warsaha samaynina oo nafsadiina waxaan khayr ahayn u yeerina adigu hays habaarinina may kira ha habaarinina laa tadcuu calaa anfusukum ilaa bikhayr sababtoo ah malaa'igtu waxa ay leedihiin bay aaminsanaysaa way aaminsanaysaa oo malaa'igtu baa idinkan jiibinaysa مركز النبي عليه الصلاة والسلام أبي سلمة يقول دعي وحور اللهم اغفر لأبي سلمة أيوري وارفع درجته في المهديين وافصح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله سلاس بيه دعاء المعا سوكر إنه دعي أي ربا هيا هي دعاء هذا مقدار مفحات قارت يسأل الدار تقول دعي لكن قفك هنا مدعيش أرقاك حلقنا للسمعين مركز لكن قفك نجرال ووحسك عادي وطبيعي قفك inuu ooyo oo maaragtay indhahiis ili ka yimaadaan taas wax dhinba male nabiga calayhi isalaatu wasalaam wiilkiisu markuu dhintay ibraahim waxa weeye waa sida indhihiis waa ilin baa ka da-aysay ka qubanaysay laakiin wuxuu odhanayay tadmacu lcayn wa taxzunu lqalb walaa naquulu ilaa maa yurdi rab ma garan taabaa loo baahay marka wuxuu dhahayay indhihii way ilmaynayaan qalbigana wuu murugaysan yahay laakiin ma oranayno wax ilaahay raabi gelinaa rabbi raabi gelinaaya maana wax kale ma dhahayn waxaan ku dhawaaqaynano waa wax maaragtay ilaahay raabi gelinaaya oo maaragtay hoga iyo ba iyo balaayi iyo ma ku hadlayno waqtigan caadika sidaas buu baxay marka marka laakiin ooyintaasi wax dhiba male marka caadooyin badan ayaa jirtay oo maaragtay gaaladii dadka muslimiinta muslimay carabtii ay samayn jireen caado ahayn oo wax niyaaxa la yidhaaha baa jiray oo ay samayn jireen qofku markuu dhinto oo ah inay qayliyaan inay maxaa la yidhaahdaa haweenku ay jeexjeexaan dharkooda in ay dhammanka garaacaan inay ooyin qaylo wadata ay ku hadlaan inay hogay ba yidhaahda waxaas lama ogolo niyaaxa ayaa la yidhahda niyaaxada markaa la diiday way badanta qaybo badan tahay way qaybo badan tahay gadaal baa u dhamaan doona marka lama ogola marka wax xun in lagu hadla taa weeyaan dabeeda maydka markaas in la diyaariyo oo maaragtaahay mara lagu daboolo dharkiisa kale aan ahayn mara lagu daboolo maydka dhaqitaankiisa markaas la galo marka qofka dhintay markaa waa la dhulka karaa inta laga qaado wejiga ayaa la dhulka karaa oo nabiga calayhi salatu wasalaam abuubakar wuu dhulkada markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam nabiga nafsadiisa saxaabi saxaabada ka mida wuu dhulkada marka uu dhintay oo dhulkaday marka wax dhiba ma leh taas iyadana in la arko wejigii lagu cibro qaato midka in la dhulkado dadkaaraan dadka qaraabada waa iyadana wax dhiba ma leh waana wax loo baahan yahay ma garan sidoo kale qofka markuu dhinto arrimo muhiima ayaa jira qofka horta intuu noor yahay in dardaar la weydiiyaa fiican oo wax dardaar oo qofka intuu caafimaad qado dardaarkiis inuu qoraa fiican ma garan arrimis day isbedelan hadhow adana dardaarka oo adana oo sii qorto oo u bedelo asaga maarag
حقوق بدنا قف مرقوا دي تقول تعالوا لما حول وكتجا مثلا السوق حولها سمة لقيت بيوجايا ما لسك دخلايا وحدو كدر دار من محل لقى السمينة يا هدي ذكر بلين محل السمينة يا هدي دليل بلين محل السمينة هرت دين جوا مهم وحلا سهل كرما دينتا قفك مسلم كأ مركه هرت دليل وانا هو قادم وإلى النية كصحيح وبيحي هدي أو بيحي وهي فنكا قف كاسي أولين إنه بيحي ما قرتي هو قف كاس خطر بوجرا نا جنة دي بقى لقى حرم أيا لقى جوجر أيا أو لقى حير أيا نفس المؤمن معلقة بدينه والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يضاع عنه إلا لقى جوده نفس المؤمن كاي وي معلق وحيرته أو جنة دي ما ركتي ما وي كحيرته مركب النبي عليه الصلاة والسلام ويدجر قف كان من ولاه دين دين كذا مارك لقب بحيو لقب بحيو مركز ويبدأ كتب السجري إلى لقب بحيو حتى يفجرني مركا علوبة هي مركا دين تا إلى لقب بحيو مركا دمبو أو مارك تاي مسلمين تؤدي آد حولك يا شان نبي عليه الصلاة والسلام أسقى يا مارك تاي دين تستوي السجري وأسقى كبي كتير قف تنتا ودين ولاه هاي وذكر مارك تاي كبي بحيو حول ما ديجرن حولها مسلمين تاي على لقب بحيو مركا قفك مركا ودنت مركا وحاولي أوقعوا حيابون حريسة وكنت حالو أساق إنتانو مركا أقول رأي الحق إله إلا قفتوا زكاة دي اللي قولي حراس حراس دي زقل قولي وإلا قفتوا مركا لابد حراس بي ما عرفتين بني أدنقا حقي سي اللي قفتوا وآه هديس هدي دي اللي قولي أخف دي اللي قولي له وإلا قفتوا دي تلاك حكوه رأي ذا زكي لي باكوه رأي تبع لي مركا سبحانه إذا حراس قف كان دوكتي سبا لغا قاري ودوكو فل داركيسي قدكي قاليدي وحساب سراي ايا لغا بحناي كبع دي حوالا سبحا لغا بحناي وحال دو دردار دردارك قفكو حالوه كل ياي سيدا اللوو ذا سعوتين با هدداد مسلمان هاي قفكو والتين سيد حمالات مال بسو دردار بكرا اسوقو فياو مركو فياو يا حوالا وقدر دار بكرا سيد حمالات مال بس سيد حمالات مال بس هدو فياو يعني دردار يا دردار بيسي عوري بديك دمانت تقف هبلس أما دمانت هبلي هبل هبل كلاسي بديك ما قلت وعلى قاعد أقول لي هاي حولها مرك أليس كبني من أنت أنت جبت حقا السي إن حقا أدمارك تي أجد جد ستو أو تكون بارك تي استقراشو لكن رهان إله مشهور بسي حتى أنا إله كاوذي يبعني ما ركتي على السينا يا ردت في الإسكالات والسيادة ويحو هو دردار ما إياه دلالة قام بحياك بعدين وحالك انت سواهت المركز دادكي قرابة ده هاي آيات أحلاي أريد أسمى الكوى مهم سداس إن حوليه أو ما ركتي قفك لولا نحمو وحوليه سداس لولا تفيد كبعدين ملك قفك سدا مرحومك إلهي هوذا الحديثتين انت بسموه دي متاية وحويان وآسدي يدوك تبا مركا لقودة جلايا مركا دمعا قدادك مسلمين تا اماشا جوغا اي واجب كنو قانيسا ان اي جوغا مركا ولا دقايا مركا ولا دقايا سدح مركا لدقو ايا واناكسان ترى استاك لدقو داقيت مدى اوو دنباي السنة وحوايا وح عرفايا ان لقل اللغو مركا اللغو لدقو يا سابون محلو مدى اللغو لدقايا لك عرفايا ان لغو لدقو ايا لغبا marka meedki waa la sharfaya magaratay marka nabi cadi sallam wuxuu leeyahay kasrul azmi almayit ka kasri hayya lafta qofka intay la jibi waxay la mid tahay asoo nool lafti laga jibi marka waa intay yasan loo kala gooyay la kala tuuray waxa ma ah wa loo xushmeynaya aad baa loo xushmeynaya nabi cadi sallam meedki marka la soo marsi waa uu istaagi jiray oo xushmeyn waa loo xushmeynaya marka sharaf uu leeyahay qofka هذا هو إنتي هذا هو نوري هذا مارك ده قلت لك فانت وانا قلنا سد حمره أي بنانا سد حمره أي أوناكس سد حمره سد الصمدة واسدة إن مارك إن عد عد هنا أوناكس البسيو من ثيابكم بضيال ميال فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم النبي عليه الصلاة والسلام ترك عد عد مارك أي أوناكس نعجع حق وحلو من بعنا أي مارك تي لو كفننا ده كانوا لو كفنك لك عدانك أي سنة تهيئة ولا أكثر. بقرأ.
يا دقية ميت يا دقية حتى أنا ودمنا الجبنة قرابة والسوق هذا يان وستار كلا السوق هذا يستار أو حلقينا يا مساجد وضد لو بطل قرابات لكن قول مالك لك يكون خمسة كرتا ما قرتي ومالك لا إيه هذا قال وضد كسر حسوك لا تفسر اتجاز وضد كميال يمال بضمطة أكيد قف كمركا نينك حاولت أو أبي ويدك نينكنا حاولت أو حاولتي أو قوي حتى يدمر تقول لك كرا ما كرا ما كرا نبي عليه الصلاة والسلام وحكي إذا عايشة حتى أورت يدمر تقول لك يا لكن الله ما قدر إنه أستجيب أورتيس بنتي أيضا أصغر دب كذا كيف أبي بنتي هاي وعايشة مركز وحيابها لقيتان كي ديارين تأيمي يا نبي عليه الصلاة والسلام لو دياري كل حديث هذا شاكدة إذا أيضا نوغا شاكي سيدي وبعيد سيدي وكالة فاضي مو وحي كدر دارنتي فاضي مو تميد محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وحي كدر دارنتي ننكيدي علي بن أبي طالب إنو نقوحة دي دمتو سيدي بانا نعضيو فورتيس بي دمتي علي بانا نقاي مركة تاس مركة وتن نقيتانك يديارنك ميتك قصابسا وحو حاجر النعي اللي يرحبه نعي نعي قال مركة وحاجر ميت حرامة إيه ميت سح ميتك حرامك وميت قال هذا أي سمي جران عربته أي سمي جران وقت جاهلية وأهل السفان إيه ما ركت مالها قوامها إن لقشاقه وقفك مارك أي لوفانو أو مارك وحلا سمايو نوع عاسة تاسمة بنان لكن وحا بنان من ده أهل دتك لو شيغو أو دتك درس هاي دتك كالا لو شيغو سو قفك سلوغو دعيو سي جنازي سلوغو سو قيب كرو صلاة سلوغو سو قيب كرو سي مارك أي البيوكتي سلوغو سو قيب كرو تاس وي بنان تاي أو وحفان إيو حاسم إنو كجرنين نبي عليه الصلاة والسلام فقوكي حبشي مركو دي تنجاسي وهو نبي عليه الصلاة والسلام ذات والله شيعي الله شيعي وغيره وانا أقول الله شيعي ونجاشي وذن كيس بوكون تلا لكن نبي عليه الصلاة والسلام قال له وحي هذا ينو بنتي المسلم ولا هاي وبنتي يعني وابو بارك تي مسلمي بقول مات اليوم عبد الله صالح أصحاب أساس من النبي عليه الصلاة والسلام عاد أنت ماتي عبد الله أو صالح هاي ودم إلهي وأصحابه من عيسى هاي مركا إن أخلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ساس ويوري مركا تاسو قالوا وي بناتك صلاة الجنازة مركا صلاة الجنازة روح عمسو الشيخ من محاسن الإسلام إليك منتهي بوق الشدة لبوقناي قفكا وقلبي جيس بيوت الجناية فضل لقى وين أكو جروان أنا قصر الشيخ حتى أنا حلكا صلاة الجنازة صلاة الجنازة فضل لقى قفكا قفكا إنتي وعوبية هاي شفاعة بوية هذا جنازة بود كراي سيدو كلا خوف كان نور بود كراي ده كان بود كراي أيه كان هو تقول هاي أجر وين بود كراي أجر وين بل أنا فير إنه خوف كا تنتي محا تنتي محا ما ركتاي بود كراي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل مسلم ليموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه حلي قف مسلم مدلتو هذه قف مسلم مجرور انتي وجنادي سأفرت قف أو مؤمنون هو إلهي أن أشري إلي وكذلك هذه أو جرنا رب سبحانه وتعالى وهو شفاعة يا صلاة وهي شفاعة صلاة الجنازة مركو حوايا نور الله بري الله بري الله بري أيو ما ركت إلهي لو شفاعة ودين ودينه ويقف انتي مرك ما قرأت أفرت القف بس مين كره يقول شيء سدح قف كليه دي سدح صف كليه دي وكذا هذا كير هذا أفرت أنا دير ربان إلى سبحانه وتعالى إنه هو دافعي ما هذه تكلم سدح عنه وسجرة لكن مهم وهي قف أنت صلاة كنايا وكاس الله سبحانه وتعالى قف إلى هو شفاعي إلى هو شفاعي سدوا كلام ده كنت كلام حي أجي كنت تقول إيه نبي عليه أفضل الصلاة والسلام وحوش يا قفك كنتو كذا جنازة إيه قفك جنازة خاجة أو حاضرة ماشي ميت كيلين الولد كنا يحاضر إيه كنتو كذا
الجود إلى الودي كذا حلا هل قيراط ولا قيراط وقيراط حويها الودي وحول على كقيراط ومثل أحد الدولة بورتا أحد أو كلا أو ذهب قف ما رح تصدق يستي هلا يا قف صدق يستي بورت ذهب بورت أحد ذهب هو كلا قف صدق يستي أجل كذا كلا هلا يا فقرت قف كلا أو هدرة راعة أو جبت لا تجرب قيراط كلا هلا قيراط كلا أيو لا يا هاي ألو قيراط أيو وطهي وطهي مع وطهي مع داود حسوق الرقيب قدام ببرنامجك aan jisaak la waxa jirta wadankan hadda dhimasho badan ayaa jirta oo ay ka mid tahay in cudurka koronaha dadkii waxa la leeyahay loo dhawaan dad badan ayaa ka walwalsan sanad janaasada qofkaasi qaabka lagu tukanay qaabka xabaasha lagu tagay qaabka loo dhaqay bal arinta diiniyan bal no sharax ha wama sida aan runtii horta markii horeeyay bilaawgii san bilaababa cudurka waa cudur faafa waa in wax laala wixii dib u keeni kara dadkan wax u tarmay kastahaya waa in ayaga dib uuna u dhimaayo waa in laga taxadiro marka wax allaala wixii dib uu keeni kara marka wax allaala wixii dib uu keeni kara marka masaajidadu marka haddii ay maydka ay dhaqaan meel ka fog waa inay dhigaan meel ka fog waa inay dhigaan dadkii oo dad dabcan waxaa dhaqa haysta qalabkii wixii dhan haysta oo ayagu protected ah dadkaas marka meel ka fog waa inay dhigaan maydkiina hoos laga kala qasa ma aha jamaacadiina markaas ay markaas ay ku dukato laakiin mushkiladu waxay tahay waqtigan xaadirka jamaacadii inay isu yimaadaan ayaa la diidan yahay dadkii inay isu yimaadaan ayaga naftooda ayaa la diidan yahay marka dadku waa inay kala fogaadaan marka ku dukanaa nafsadooda ay kala fogaadaan marka waxaa kale oo bannaan sidoo kale qabriga meeshiisa hadday ogolaadaan dadka maaragtay maamula qubuurta day ogolaadaan qofka uu dhintay qabriga korkiisa waa la tegi karaa waa lagu duka karaa waxaa kaloo saddexaad oo bannaan in wadamada muslimiinta inta la waco masaajidada caadiga ay maaragtahay salaatulghaa'ib inusoo dukadaan oo janaasada lagu dukado xamar ama meelo lamida ama garowe ama harkiisa inta meel inta wadda muslima la waco waddankii la waco masaajidadaas masaajidu waaweyn lagu dukado wana ayaduna waa shay bannaan oo sharciya waa tahay waa tahay waxaan kala kuweydiinayaa sheekh dad badan soomaaliyeed ayaa hadda isweydiinaya salaadii jimcaha sida ogtahay waddankan hadda afartii ugu dambeysay salaadii jimcaha kalama tukan guud ahaan wadamada arrintan ay saameysay bisha ramadaan ayaa lagu jeeda dad badan ayaa u arkaa haddii saddex jimca dhaafto in arrintan dhibaato ay keeni karto bal diiniyan noo sharax iyadana dib badan inoogey sax waayo waqti ramadaan la joogo taraawiix malaha jimca malaha laakiin jimcadu waa waajib taraawiix guriga bal ku kara waa runtaa jimcada nabiga calayhi salaatu wasalaam way jirtaa ahaa in saddex jimca qofkii ay dhaafto waciid uu usoo arooray laakiin taas waxa waaye qofkii haddee awooday oo masjidu ku dukado iyo meesha jimci laga ogaayay ay jirtay ee iska daayay kascad iskaga daayay waay ma garatay marka hadda oo kale xadiidkaasu mana qabanayo duurkii baa la dukanayaa wiil lagu dukanayaa wax dhibana ma laha taas wax dhiba ma laha waa qofkii awooday facilitygii haystay masaajidadii iyo meeshii lagu dukanayay ee asagu iskiis iskaga daayi weya waa tahay aad baa mahadsan tahay macalin daa-uud cabdullaahi sheekh cali ayuu ahaa oo ah imaamka masjidka alsunna isla markaana ah agaasimaha guud maamulka guud ee masaajidka alsunna oo ah goob dadka soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku taala waqooyiga london oo diinta laga barto masaajida sidoo kale dugsiga qur-aan aad baa umaadsan tahay waqtiga qaaliga ee muxaadaradan qiimaha badan daawad ayaal barnaamijkan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa macalin daa-uud ayaa barnaamijka maanta gala qeybgalayay sida iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim